يا هلا والله الكل، سالفة موضوع السفر إلى أمريكا ألمعنا الحرفي، جربنا الحل السلمي منفعش، راح نجرب السحورة. بالنسبة إلي السحورة هي يعني الطاقة، النوايا، داونلود أو تنزيلات المشاعر. أكيد أكيد راح نسوي كثير جلسات طاقية. أوكي، نزلت هذا المشروع في الانستغرام، اقرأوا الشرح راح تلاقوه تحت هذا الفيديو، راح تلاقون رابط الانستغرام بعد حتى تضغطون عليه وتستقبلون تنزيل المشاعر حسب تقنية الثيتا هيلينج. حلو، راح اشرح لكم تجربتي مع كل خطوة انا كتبتها. طبعا هذه جزء 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 بسيط من الخطوات للسفر الى امريكا، وممكن انك تطبقها على اي بلد انت حاب تسافر اليه. اوكي، سووا لايكات وانتظركم في تكملة الموضوع. رجاء لو حاب انك فعلا فعلا تسافر الامريكا، انا راح اشرح لكم تجربتي، لكن بليز 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 حتى تعبي لي ضيق وياكم، حرامات يجي ولو ماكو مضيعة وقت، انا كلش كلش مستمتع وياكم. طبق حرفيا 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 الامور اللي انا اكتبها لك او الجلسات اللي راح نسويها ان شاء الله لاحقا. اوكي، لانه فقط اللي يطبقون هم الاشخاص اللي يشوفون نتائج. انتظروني ان شاء الله في هذه السلسله اللي سويتها مجانيه للسفر الى امريكا، لانه عندي كثير حبايبي واهلي في العراق بالنسبه لي حابه يجيبهم الامريكا. وانا ادري انه اكو هواية اشخاص اصلا مش فقط عراقيين في مختلف الدول حابين يجون امريكا، فلهذا سويت هذه السلسلة مجانية. وارجع اكرر، ممكن مش فقط امريكا، انك تطبقها على اي بلد انت حاب تسافر، لكن بليز طبقها. فين من الامور اللي كتبت لك اياها في المشروع انه تلقي دفتر، هذا الدفتر يعني مهم جدا، دفتر تتآلف وياه تحبه. اذا صعب عليك جيب لك دفتر لون احمر، لانه اللون الاحمر يعتبر لون يجذب الطاقه لك. اوكي، رقم واحد. رقم الثاني، اكتب الاشياء اللي انا حطيت لك اياها، الاسئله، شنو هي نواياك، ليش انت تريد تجي الى امريكا، شنو الرؤيه المستقبليه. مثلا بالنسبه لي كنت حابه اشعر بالسلام، اشعر بالامان عفوا، ايجاد الحقوق، القوانين، انا احب الحقوق واحب القوانين، كثير امور خاصه في انا وعائلتي، زوجي وابني، انه تكون متوفره في امريكا، فكتبتها. اوكي، اكتب اكتب كل الاشياء. 500 feet, turn... فهل حاب انت فقط تعيش في امريكا، ام حاب انك تعمل كمهنة لك في أمريكا؟ أيضا اكتب هاي الأمور، شنو طبيعة العمل، شنو طبيعة الحياة، وين أنت راح تعيش. يعني مثلا على سبيل المثال، أنا كنت أريد أكون في أمريكا في كاليفورنيا بالتحديد، لأنه أنا ما أحب البرد زي، فحبيت أنه بلد أنه يكون جو ماته حلو. أوكي، مثلا بالنسبة لي كاليفورنيا، أوكي أنت اختار الولاية، أي مدينة، فلازم تحدد تفاصيل التفاصيل، أي ولاية في أمريكا، أي مدينة في أمريكا، هذه كلها تكتبها. أوكي، طبيعة العمل، الدراسة، هل حاب تدرس، هل حاب فقط تعمل، هذه الأمور كلها، كل التفاصيل التفاصيل تكتبها، لأن راح نستخدمها في الجلسات الطاقية. وأيضا ابدأ من الآن تعلم اللغة الإنجليزية، لأن لما تبدي تعلم اللغة الإنجليزية قاعد تنطي رسالة لعقلك الباطن وللكون كله إنك جاهز ومستعد. اما حسب طاقة المكان، الفنق شوي اتجاه الشمال الغربي. ممكن تقول انه انا ما افتهم بالفنق شوي، انا ما اعترف، يا اخي طبق. مو شرط انك تؤمن فيه، مو شرط انك تؤمن بالفنق شوي، لكنه يعمل معك. فبالبوصلة، نجيب لك البوصلة، على فكرة التليفونات كلها بها بوصلة مجانية، حدد اتجاه الشمال الغربي، ضع عنصر المعدن كإكسسوارات أو الألوان المعدنية، ضع الكرة الأرضية، راح أنزل لك مشروع كامل أيضا على الرموز وأهميتها لاتجاه الشمال الغربي. اتجاه الشمال الغربي حسب طاقة المكان يفعل وينشط كأنه ما يفتح الباب لمسار الأشخاص المساعدين، العناية الإلهية، السفر باستمتاع، العلاقات، الصداقات، والفلوس للزوج أو للأب. أوكي، أو الحظ الإيجابي إلى. فهذا الاتجاه جدا مهم إنك تفعل. ليش الكرة الأرضية؟ الكرة الأرضية تعتبر من أكبر أعظم أقوى الواو لعنصر الأرض. أوكي، فنحط اتجاه رمز عفوا الكرة الأرضية. على ذلك الكرة الأرضية شكل كروي،
أوكي كرة، يعني كرة دائرية، وعنصر المعدن في اتجاه الشمال الغربي الشكل الخاص فيه هو الشكل الكرة. فبدل ما تحط كرة قدم نحط كرة أرضية، كرة أرضية. على ذلك نحط وياها مجسم طيارة تشتري يمكن حتى مال ألعاب أطفال، فكان تعطي رسالة لعقلك الباطن وللكون إنك حاب تسافر حول العالم، أو بالتحديد إلى أمريكا، لأنك راح تحط علم أمريكا وعملة أمريكا الدولار. أوكي، فلهذا الرموز يا جماعة في طاقة مكان فنج شوي مهمة، لأنه تنطي رسالة لعقلك الباطن ورسالة إلى الكون للجذب للاستقبال. فخلينا نقول هذه هي مادة اليوم، طبقها. اقرا شرح اللي حطيتكم اياه تحت هذا الفيديو في الانستغرام، واكتب اكتب وحضر او جهز اتجاه الشمال الغربي، لانه راح نبدي بعدين بتكمله هذه السلسله. وان شاء الله يا ربي اشوفكم بامريكا وناخذ احلى احلى سيلفي. احبكم كل شفايا.